مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الخبير الدستوري والقانوني والاستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين. دكتور يمين، صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور لك استاذ جاد وللمشاهدين. طبعا عناوين عديده رح نحكيها نحن وحضرتك، مجريات الجلسه النيابيه التشريعيه والملف الحكومي بشكل عام. بس بداية، لأنه بحسب المعلومات من داخل الجلسة يعني صار في نوع من نقاش حول قضية انتخاب العضو في المجلس الدستوري بسبب شهور أحد المراكز بسبب حالة وفاة. يعني النائب أسامة سعد يعترض، بيقول أنه هذا الأمر ليس مدرجا على جدول الأعمال. برد الرئيس بري أنه من بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس انحكى أنه رح يكون هذا الشيء اليوم موجود بالجلسة، فكفى تخريبا للمؤسسات. خلينا نمشي بالموضوع، بس خلينا نحكي بموضوع انتخاب المجلس الدستوري نشرحه للمشاهدين. بالواقع من بعد ما تم إنشاء المجلس الدستوري بنتيجة التعديل الدستوري المنبثق من اتفاق الطائف بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21 أيلول 1990، تقرر إنشاء مجلس دستوري يتولى النظر بمراقبة مدى دستورية القوانين عندما ترد مراجعة طعن، ويتولى أيضا النظر بالطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. ولم يؤخذ بالتوصية التي نص عليها اتفاق الطائف بأن يتولى أيضا المجلس الدستوري إضافة إلى ما تقدم النظر بطلبات تفسير الدستور. وبحسب قانون إنشاء المجلس الدستوري وأيضا بحسب قانون نظام المجلس الدستوري الداخلي، يتكون المجلس الدستوري من 10 أعضاء، يعين نصفهم مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين من عدد الأعضاء الذين يتكون منهم البرلمان، ويعين النصف الآخر المجلس النيابي. وحيث أنه فقد المجلس النيابي للأسف بالوفاء عفوا المجلس الدستوري فقد بالوفاة 3 من أعضائه ال10، بحيث لم يبقى من الأعضاء إلا 7، وهؤلاء الأعضاء الـ7 لا يستطيعون إكمال النصاب من أجل عقد الاجتماعات للنظر بالطعون النيابية أو سواها، أو للنظر بمراقبة مدى دستورية القوانين، وهذا الأمر يحول دون تمكنهم من البت بأي مراجعة قد ترد طعنا بأي قانون. وحيث أن عضوين من الأعضاء الـ3 المتوفين تم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء، فتكون سلطة التعيين فيما خص البديلين عن العضوين المتوفين هي سلطة التعيين الأصلية أي مجلس الوزراء. وحيث أنه برأيي فإن مجلس الوزراء ولو في ظل حكومة مستقيلة، ولأن الأمر يتعلق بسير مرفق عام ومؤسسة دستورية لا بل سلطة دستورية، يتعين عليه إكمال الشهور في المقعدين العائدين لحصة مجلس الوزراء. وحيث أن العضو الثالث المتوفي الرئيس البريدي كان تم تعيينه من قبل البرلمان، فإن سلطة التعيين للعضو البديل تكون البرلمان فيما خص العضو الثالث. لذلك يتعين على البرلمان وعلى سلطة التعيين ملء الشهور. أما الإشكال الذي حصل والمتعلق بعدم إدراج مسألة التعيين في جدول الجلسة، نعم. بس دكتور يمين، خليني أشير لشغلة. نتيجة فرز أصوات النواب لانتخاب عضو المجلس الدستوري جاءت النتائج على الشكل التالي: 49 القاضي ميشيل طرزي، 34 القاضي ألبير سرحال. وبما أن أحد من المرشحين لم ينل الغالبية المطلوبة، دعا رئيس المجلس إلى جولة انتخابية ثانية على الأكثرية النسبية. هاي بهالأثناء من داخل الجلسة. صحيح، لأنه بالجولة الأولى بيتم الفوز بالمجلس النيابي على الأغلبية المطلقة، أما إذا لم ينل أي من المرشحين
الأغلبية المطلقة، أي نصف زائد واحد من عدد الأصوات، فيتم اللجوء إلى الأغلبية النسبية في الجولة الثانية، واللي يفترض أنه تجرى هلأ. وبما أنه هناك نوع من الكتلة الطائفية في تكوين المجلس الدستوري بالعرف وليس بالقانون، وبما أنه الرئيس أنطوان بريدي كان يعني المرحوم ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس الكريمة، فيفترض أن يكون المرشح الذي يحل محله حفظا للكتلة الطائفية المتبعة بالعرف أن يكون من الطائفة بها. ولذلك نلاحظ اليوم أن التنافس، وهو تنافس بحسب الأصول التي ينص عليها قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخلي، حيث يفترض لأي راغب أن يتقدم بترشيحه إلى المرجع صاحب السلطة بالتعيين، إما مجلس النواب وإما مجلس الوزراء، وهكذا حصل. ولذلك يفترض أن تحسم النتيجة خلال دقائق أعتقد. أما مسألة عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال بس الجلسة، خليني ارجع بس تنقرا الخبر يعني بدقه حول هذه النقطه. الرئيس بري ردا على النائب اسامه سعد حول المرشحين للمجلس الدستوري، قال الرئيس بري: لقد اعلن ذلك نهار الاثنين على ان هناك جلسه انتخابيه لهذا الموضوع، فهل المطلوب تعطيل المجلس الدستوري؟ فالمجلس الدستوري ينقصه 3 اعضاء، عضوان ينتخبهما مجلس وزراء وعضو مجلس نواب مكان القائد الراحل انطوان بريدي، والمجلس الدستوري الان بلا نصاب، واذا انتخبنا هذا العضو نعيد احياء مؤسسه من مؤسسات الدوله ويكفينا الخراب القائم في هذا البلد. يعني هذا رد الرئيس بري على اعتراض النائب أسامة سعد يلي قال أنه لم يدرج الموضوع على جدول الأعمال. طيب، بس ليش ما تم إدراجه على جدول الأعمال كما يكون في أي شائبة بعملية الانتخاب؟ ما هو المفروض يتبلغوا النواب قبل بوقت من الجلسة كل البنود المدرجة على جدول الأعمال الاجتماعي. يعني كان يفترض أنه يتم وضعه على جدول الأعمال، وكان ساعتها بغنى عن النقاش. يعني ممكن التوفيق بين الأمرين، بين ملء الشغور وبين وضع الأمر الإجراء على جدول أعمال الجلسة. على كل، هلا اذا كان صار في توافق على انه يصير الانتخاب، يبدو انه حصل نوع من التوافق، ويبدو انه الانتخاب عم يحصل مثل ما هلا اورد استاذ جاد. بس انا كنت بتمنى انه تتم العمليه وفقا للاصول البرلمانيه ووفقا لاحكام النظام الداخلي، حيث يتعين ان يدرج اي امر يعرض على جدول الاعمال في الجلسة أن يدرج على جدول الأعمال، إلا إذا كان أمر مثل اقتراح قانون معجل مكرر ممكن يجي من خارج جدول الأعمال وينعرض على الهيئة العامة. فيما عدا ذلك يجب أن النواب يكونوا عارفين لمين رايحين يصوتوا، وإذا كان في أمر بيستدعي منهم دراسة مسبقة أو تشاور مسبق أو اطلاع مسبق، يكونوا قادرين يعاينوا هالموضوع ويدرسوه. على كل، المهم هلأ حتى على مستوى مجلس الوزراء برأيي المهم يتم ملء الشغور في المجلس الدستوري. وأنا لست من الرأي القائل أن الحكومة المستقيلة لا تستطيع تعيين العضوين البديلين، ولا يكفي القول أنه تأمن النصاب 8 على 10، لأن المجلس الدستوري فيه توازنات، ومش صدفة أنه المجلس الدستوري مكون من 10 أعضاء. وبالتالي أي دراسة وأي مذاكرة وأي معاينة لأي مراجعة، سواء تتعلق بالطعون الناتج عن الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو تتعلق بالقوانين، يفترض بالمبدأ أن ينظر فيها المجلس الدستوري بكامل أعضائه. هلأ استدرك القانون وقال إذا لم يحضر الأعضاء العشرة يكتمل النصاب بـ8 أعضاء، بس مش معناتها انه بنمشي بهيئه ناقصه. وهناك اجتهادات ومبادئ ثابته بالفقه الدستوري والاداري بانه استمراريه المرفق العام واستمراريه السلطات وكل ما يتصل بتكوين السلطات الدستوريه يدخل في اختصاص حكومه تصريف الاعمال، بدليل الراي اللي قدمته هيئه التشريع والاستثمار اجتمعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة وانعقدت في مجلس وزراء، وتم اتخاذ
قرار بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية التي كان يفترض أن تجرى في حينه لولا قانون التمديد. وبوقتها الكل سلم أنه كل ما يتصل بتكوين سلطة دستورية لا يمكن التلكؤ في إتمامه، ولأنه يدخل في مفهوم العجلة ويدخل بس دكتور يمين، قياسا على ما جرى بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى، الواحد بيتوقع أن الحكومة لن تجتمع لتعيين العضوين المتبقيين من المجلس الدستوري، صح؟ هلأ موقف الرئيس بدون القياس على موضوع المجلس القضاء، يعني يمكن ما عنده دور الحكومة بمجلس القضاء الأعلى أنها تجتمع، لأنه تكوين الأعضاء ممكن يتم بانتخاب أعضاء من قبل في قسم يتم انتخابه انتخاب صحيح، وفي قسم ممكن يتم بمراسيم رئاسية عادية. وأعدت وزيرة العدل مشروع مرسوم واقترحت 4 أعضاء بحسب ما نشر في الإعلام، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ولكن للأسف رئيس الحكومة الدكتور حسان الدياب لم يوقع مشروع المرسوم، وطلب إيضاحات، ما يعني مش واضح شو السبب ليش امتنع عن توقيع المرسوم. ولكن الرئيس حسان دياب بالمبدأ يرفض أن تعقد حكومة تصريف أعمال اجتماعات وأن تبد بأمور خارج المعنى الضيق لتصريف الأعمال، على الرغم من أنه مواجهة الاستحقاقات الملحة والعاجلة والضرورية تدخل في مفهوم تصريف الأعمال. وسبق وشرحت أكثر من مرة وعلى شاشتك الكريمة ومعك أستاذ جاد أنه مفهوم تصريف الأعمال يشمل الأنواع من الأعمال التي تتسم بتسيير شؤون الناس اليومية وتوقيع المعاملات العادية من قبل الوزراء، ولكنه يشمل أيضا الأعمال التي تخرج بطبيعتها على صفة تصريف الأعمال وتدخل في أصلها بصفة الأعمال التصرفية، ولكنها ذات صفة عاجلة وضرورية وطارئة. الأمر الذي يعني أنه الموضوع حتى ولو كان بطبيعته الأصلية عمل تصرفي ويخرج على مفهوم تصريف الأعمال، يتحول إلى عمل يدخل ضمن نطاق تصريف الأعمال في حال اتسم بصفة الطارئ أو العاجل أو الضروري. وساعتها منكون من واجب وليس من حق، من واجب الحكومة، حكومة مستقيلة، أن تتصدى له، بما في ذلك مواجهة الغلاء الفاحش ومواجهة فلتان الأسعار ومواجهة أزمات المازوت والبنزين وتفلت الدولار ومواجهة التحديات المعيشية والبطاقة التموينية وكل ما إلى ذلك من تحديات تواجه اللبنانيين بانتظار تأليف الحكومة. ولا يستطيع أن يستنسب رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن هذا العمل أقوم به وهذا العمل لا أقوم به. كل ما يتعلق بتسيير شؤون الناس والتصدي للأعمال ذات الصفة الطارئة والعاجلة والضرورية من واجبه وليس من حقه أن يتصدى له تحت عنوان استمرارية المرافق العامة واستمرارية الحياة الوطنية وتلبية حاجات الناس. وهذا الأمر منه خيار، هو واجب، ولا يستطيع أن يدخله أو يقحمه في دهاليز السياسة ودهاليز الضغط لتأليف حكومة وما إلى ذلك. عليه أن يقوم بواجبه بتصريف الأعمال بما فيه تعيين الشهور في المجلس الدستوري وفي أي مؤسسة دستورية، مثل ما أنه راح يكون من واجبه بكرة إذا استمر لا سمح الله المأزق الحكومي أن يقوم بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية من أجل إجراء الانتخابات النيابية بربيع العام 2021. طيب بكرة كمان رح يجي يقول أنه ما بدي أجمع مجلس الوزراء،
وانه ما بدي اعمل اجتماع واخذ قرارات بظل حكومه تصريف اعمال. طيب ما في انتخابات نيابيه ما بتصير الا بظل هيئه اشراف، وهيئه الاشراف بدها تتعين من قبل مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهات محدده بقانون الانتخاب رقم 44 على 2017، الامر اللي بيعني انه ما في دل رئيس الحكومه يتهرب من عقد اجتماع لمجلس الوزراء. نعم، رح نرجع بالتفصيل لموضوع الحكومة، لموضوع الانتخابات النيابية، ولكن خلينا بموضوع الجلسة اليوم. بعد في عندي سؤالين إذا بتسمح. السؤال الأول بيتعلق بموضوع البطاقة التمويلية، يلي هي يمكن الموضوع الأساسي المرتبط بهذه الجلسة. اليوم وصلنا لمحل أنه هل مجلس النواب هو اللي لازم ياخذ قرار بهذا، يعني هو اللي لازم ياخذ قرار بهذا المعنى، او انه ما بقى عندنا حل الا انه مجلس النواب هو اللي ياخذ زمام المبادره؟ هلا السلطه التنفيذيه بحسب الدستور وتحديدا هون لاسالك بعد شوي ليش ما اخذ زمام المبادره بقوانين اخرى مثل كابيتال كنترول وغيره، بس هي كمدخل للنقاش. تفضل. موضوع البطاقه التمويليه كان بإمكان الحكومة أن تتخذ القرار في خصوصها، لأنه أمر يدخل ضمن السياسات العامة. أما موضوع ضبط التحويلات المالية والسحوبات فهو موضوع يحتاج لتعديل قانوني، لأنه القانون القائم يبيح حرية تحويل الأموال إلى الخارج، مش معناتها التحويلات اللي صارت بعد 17 تشرين قانونية. هون في بحث آخر، وبين قوسين هون في هذا الامر بيوقع تحت طائله قانون الاستفاده من معلومات خاصه ورسميه بسبب وضع وظيفي معين، يعني اللي كان بمواقع رسميه وعارف انه في انهيار او تدهور سيقع قام حول امواله، او اذا كان التحويل بينطوي على اموال ناتجه عن اثراء غير مشروع او فساد أو تبييض أموال كمان بيكون مخالف للقانون. ولكن خلينا نشيل هالعملية التحويل واللي صارت كمان باستنسبية خلافا لمبدأ المساواة اللي منصوص عليه بالمادة 7 من الدستور، حيث استفاد مواطنون من إمكانية التحويل إذا كانوا أصحاب نفوذ، واللي ما عنده النفوذ ما قدروا حولوا على الرغم من أنه القانون ما كان بيمنع التحويل. الأمر اللي بيعني أنه اللي حصل مبلغ في خلل وينطوي على جرائم جزائية. إنما بالمبدأ، وخلينا نحط هالفترة على جنب، بالمبدأ القانون يبيح التحويل إلى الخارج ويبيح السحوبات من المصارف بدون سقوف. هذا الأمر ما بتقدر الحكومة تعمله، هذا من واجب مجلس النواب يعمله، وكان من واجبه يعمله ب 18 تشرين الأول. يعني 17 تشرين الأول صارت الحركة الانتفاضة أو الحراك وأغلقت المصارف بعد أيام أبوابها. قبل ما كانت تفتح المصارف لازم خلال 24 ساعة يبادر مجلس النواب فورا وبدون تلكؤ إلى وضع قانون لضبط السحوبات المالية ولمنع التحويلات المالية إلى الخارج. تأخر مجلس النواب يمكن سنتين، امبارح صاروا سنة ونص أو أكثر، دون إقرار هذا القانون سمح لأصحاب النفوذ أن يهربوا أموال إلى الخارج، وأدى إلى إضعاف إمكانات لبنان في العملة الصعبة، وأدى إلى إثارة الذعر والقلق وإضعاف الثقة بالقطاع المصرفي، عدا طبعا عن الأخطاء اللي ارتكبها القطاع المصرفي. ولكن غياب قانون لضبط السحوبات وضبط التحويلات في ظل الذعر والقلق والأجواء والتوتر اللي نتجت بوقتها بهذيك الفترة، وتدفق المودعين إلى المصارف لسحب ودائعهم، معطوفة على قيام أصحاب النفوذ بتحويل أموالهم للخارج بغرض حمايتها، أدى إلى إخراج مليارات الدولارات إلى خارج لبنان، وأدى إلى الثقة بالقطاع المصرفي. بينما لو وضع قانون بوقتها ضبط العملية لكان الأمر أدى إلى منع إخراج العملات الصعبة إلى خارج لبنان من جهة، وأدى إلى عدم
زعزعت القطاع المصرفي، ولهلا ما حدا جاوبنا. ما سمعت يعني قديش عم تابع، ما سمعت ولا جواب مقنع ليش ما نوضع قانون من سنة ونص لضبط السحوبات والتحويلات. حجج واهية بس دكتور يمين، خلينا بس نقول نتيجة انتخاب عضو المجلس الدستوري، انتخب المجلس النيابي القاضي ميشيل طرزي عضوا في المجلس الدستوري بدلا عن القاضي الراحل أنطوان برايدي. بعد جولتي اقتراع جاءت النتيجة على الشكل التالي: 53 القاضي ميشيل طرزي، 37 القاضي ألبير سرحال، وثلاثة أوراق بيضاء. وأعلن الرئيس بري فوز طرزي بالأكثرية النسبية. مبروك، ونتمنى له التوفيق في مهامه مع سائر أعضاء المجلس الدستوري. نعم، لنتابع. كنا بالفكرة اللي كنت عم تقوله عن موضوع القوانين والكابيتال كنترول تحديدا. يعني أعتقد أنه من الأخطاء الكبرى التي تسجل بحق البرلمان الحالي تلكؤه في إقرار قانون ضبط السحوبات المالية والتحويلات إلى الخارج، وهذا خطأ كلف لبنان أثمان باهظة على صعيد إفراغ أو يعني إنقاص كمية وحجم العمولات الصعبة في لبنان لمستويات دقيقة جدا، وكذلك على مستوى الثقة وانتظام العمل بالقطاع المصرفي. ولكن نأمل ولو بعد تأخر كبير أن يتم استدراك ما يمكن استدراكه من خلال إقرار مجموعة قوانين أبرزها قانون ضبط السحوبات المالية والتحويلات إلى الخارج، ولكن أيضا اقتراح استعادة الأموال المنهوبة أو الموهوبة والمحولة إلى الخارج. وبعتقد تكتل لبنان القوي متقدم بهيك اقتراحات لازم يصار إلى مناقشته، لأنه مليارات الدولارات خرجت إلى لبنان بعز أزمة، ولبنان أحوج ما يكون إلى كل عملة صعبة بدون أي ضبط بدون أي رقابة، ومع علامات استفهام كثيرة أصلا حول مدى مشروعيتها، حول لأنه للأسف ما شفنا ولا تحقيق جدي، وما شفنا هيئة تحقيق المصارف قامت، هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان عفوا قامت بواجبها كما يجب، وللأسف التحقيق الجنائي في مصر متعثرا لغاية اليوم. فإذا نحن بحاجة لإقرار اقتراحات القوانين بأسرع ما يمكن المتعلقة بضبط السحوبات والتحويلات واستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة، وأيضا استعادة الأموال اللي حولت إلى الخارج، وبذات الوقت أحوج ما نكون وبسرعة، وهذا مطلب إصلاحي للمجتمع الدولي وللقوى الإصلاحية في لبنان، إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في كل الإدارات والوزارات والصناديق والمجالس، ولا سيما وبدءا من مصرف لبنان، لأن مصرف لبنان هو الصندوق اللي من خلاله تمت مختلف العمليات المالية. نعم دكتور يمين، خلينا نفوت بموضوع الحكومة اليوم. الاحتمالات المطروحة قدام اللبنانيين هي التالية: أول احتمال أنه تتحقق المعجزة وتتشكل حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري. الاحتمال الثاني حكومة برئاسة شخص آخر يتم تكليفه. الاحتمال الثالث ما يحكى عن حكومة انتخابات، وهذا يتداخل مع الاحتمال الثاني. ورابع احتمال هو نبقى على حكومة تصريف الأعمال اللي حكينا عن مشاكلها وعن يعني تقاعسها بعدد من الأمور كما ذكرت من دقائق. بالسياسة ماذا ترجح؟ وإذا فينا نشرح شو يعني حكومة انتخابات لمن يحكوا إنه حكومة انتخابات؟ بالدستور ما في شيء اسمه حكومة انتخابات. يعني طبعا بنتمنى كنا انه الرئيس سعد الحريري كونه مسمى من قبل فخامه الرئيس بناء على استشارات نيابيه ملزمه من قبل اغلبيه ولو اغلبيه هزيله و يعني مشوبه بعلامات استفهام حول ميثاقيتها، انه بظل الظروف الراهنه الاستثنائيه أو أصلا هدر أشهر طويلة بدون جدوى، أن يتمكن بالاتفاق مع فخامة الرئيس من تأليف حكومة، وكان هذا الخيار هو الأولوي، لأنه المتيسر
لأنه المتاح ولأنه هو مسمى ومكلف. ولكن للأسف يبدو أنه رئيس الحكومة المكلف دولة الرئيس سعد الحريري عنده عائق معين يمنعه من الاتفاق مع فخامة الرئيس على التأليف، ويمنعه من يعني العمل الجاد على تكوين حكومة بالاتفاق مع فخامة الرئيس. ربما أسباب خارجية، ربما أسباب داخلية، بعضهم يعتبر أن لديه مشكلة متمادية مع المملكة العربية السعودية منذ أزمته الشهيرة هناك، وأن هذه الأزمة لم تحل غاية اليوم، وهو ينتظر الرضا السعودي حتى يتمكن من المبادرة إلى إجراء في سياق التأليف، لأنه لا يريد أن تولد حكومة برئاسته بدون أن يكون حاز مسبقا على الرضا السعودي، لأن ذلك سيؤدي بها إلى الفشل، لأنه يعول على الدعم السعودي المالي والاقتصادي والسياسي من أجل النجاح في حكومته. وبعضهم الآخر يعتبر أن هناك تقصدا في عرقلة تأليف الحكومة من أجل عرقلة التدقيق الجنائي في حسابات مصر في لبنان، على الرغم من أن هذا التدقيق والتحقيق لا يحتاج بالضرورة إلى تأليف حكومة، وإنما وجود الذريعة عندما يواجه التحقيق أي عائق من أجل إنجازه، فتكون الحكومة جاهزة لمواجهة هذا العائق. وبعضهم الآخر يعتبر أن الرئيس سعد الحريري يريد الاستمرار في المراوحة والمناكفة، ويريد الاستمرار في شد العصب في شارعه إلى أقرب وقت ممكن قبل الانتخابات النيابية، حتى يسترد شارعه ويشد عصب هذا الشارع قبيل الانتخابات النيابية. ولكن النتيجة الواحدة أن أداء الرئيس سعد الحريري سواء بالسقوف العالية أو بالشروط غير الدستورية أو بالشعارات التي يرفعها من أنه هو من يؤلف الحكومة، وأن رئيس الجمهورية يصدر مرسوم التأليف ولا يشارك في التأليف خلافا لموجبات المادة 53 من الدستور، وأصفاره المتمادية والمتكاثرة كلها تشي بعدم حماسه على الأقل لولادة الحكومة. لذلك هنا تطرح الخيارات الأخرى، بينها حكومة ما يسمى بحكومة انتخابات أو خيارات أخرى. ولكن حكومة الانتخابات كما تفضلت أستاذ جاد لا ينص عليها الدستور، ليس في الدستور من أي توصيف لأي حكومة، ليس من هناك من تصنيف لحكومة مهمة ولا لحكومة انتخابات ولا لحكومة انتقالية. الحكومة حكومة، الدستور يتحدث عن حكومة ويتحدث عن أن السلطة التنفيذية يتولاها مجلس الوزراء، وبالتالي عندما تولد الحكومة وتنال ثقة البرلمان تكون حائزة على كل المهمات المناطة بالسلطة الإجرائية، وليست مقيدة بصفتها كحكومة انتخابات أو كحكومة اختصاصيين أو كحكومة مهمة، فهذه كلها تسميات سياسية. ولكن درجة العادة عندما تكون حكومة مشكلة قبيل بضعة أسابيع أو أشهر قليلة من موعد الانتخابات النيابية أن تسمى بحكومة انتخابات اصطلاحا وليس دستورا، لأن مهمتها الأساسية ستنصب على إجراء الانتخابات النيابية، حيث أن الوقت أمامها ضيق للتخطيط لإنجازات أخرى أو لإتمام إنجازات أخرى، ما دام أنها ستصبح مستقيلة بولادة برلمان جديد. نعم. طيب اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع الانتخابات، لأنه يعني كل ما تأخر تشكيل الحكومة يكثر الحديث عن الانتخابات، هل تشكل الانتخابات النيابية مخرجا للوضع الذي نحن فيه؟ وما الذي يمنع تكرار الأزمة الحالية بعد الانتخابات النيابية؟
أزمة عدم تشكيل حكومة، يعني عدم إمكانية تشكيل حكومة. نعم، ما دمنا أستاذ جاد في ظل الثغرات الدستورية القائمة، فإن أداء النظام الدستوري والسياسي مرشح في كل وقت للتعطل وللاختلال وللتعثر، لأن الدستور بظل التعديلات الدستورية التي انبثقت من اتفاق الطائف بموجب القانون الدستوري رقم 18 العام 1990 لم يتضمن مرجعية داخلية قادرة على حسم المنازعات بين المواقع والجهات الدستورية من جهة، ولم يتضمن الآليات اللازمة والمتوجبة للخروج من حالات الانسداد والمآل التي تقع، كما أنه لم يتضمن مهلا واضحة من أجل إتمام استحقاقات دستورية. وفي ضوء ما تقدم، علينا دائما أن نتوقع أن نقع في مآزق دستورية، وأن لا يكون هناك آلية للخروج من المأزق إلا بلحظة توافق أو بلحظة ضغط دولي أو إقليمي للأسف الشديد. ولذلك لاحظنا أنه بعد خروج الوصاية السورية، ونحمد الله على خروجها، وعندما لم يعد هناك من وصاية على لبنان، ونحمد الله أننا تحررنا من الوصاية، لاحظنا حالات انسداد عديدة دون حلول إلا بعد أشهر طويلة، مثل حالة انتخاب رئيس الجمهورية، حيث أن الدستور لم يلحظ أي حل إذا لم يكتمل نصاب البرلمان من أجل إجراء انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحيث أن الدستور لم يلحظ أي حل في حال استعصى الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على تأليف الحكومة، ولم يعتذر رئيس الحكومة المكلف، ولم يرد الدستور أو لم ينص الدستور على مهلة صريحة وواضحة أمام رئيس الحكومة المكلف من أجل إنجاز اتفاقه مع الرئيس أو الاعتذار، فنجد أنفسنا أمام مأزق عدم التأليف وعدم سهولة الخروج من التكليف. ولذلك نلاحظ أن حكومة الرئيس تمام سلام في ظل عهد الرئيس ميشيل سليمان استغرقت نحو 11 شهرا حتى أبصرت النور، وحكومة الرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشيل عون وعناية الحكومة الثانية للرئيس سعد الحريري في عهد الرئيس ميشيل عون استغرقت نحو 9 أشهر حتى أبصرت النور. ونلاحظ أن فترات طويلة أكثر من ثلث مدة العهود الرئاسية بعد خروج الوصاية السورية ذهبت هدرا في ظل حكومات تصريف أعمال في إطار السعي إلى صناعة حكومة جديدة. ولذلك سؤالك بمحل أستاذ جاد، أنه الاستحقاق النيابي قد يكون مخرج وقد يعيد المأزق. ليش قد يكون مخرج؟ إذا استمر استعصاء تأليف الحكومة حاليا، فإن إجراء انتخابات نيابية جديدة وولادة برلمان جديد سيؤدي حكما إلى إلغاء تكليف الرئيس سعد الحريري، وبالتالي سيشكل ذلك فرصة لولادة تكليف جديد وبالتالي تأليف الحكومة، ولكن قد يتحول إلى مأزق إذا أدى إلى تكليف جديد وإلى تولي شخصية جديدة أو الشخصية إياها المسعى إلى تأليف حكومة بالاتفاق مع فخامة الرئيس دون أن تلتزم بمعايير واضحة وموحدة في عملية التأليف، ودون أن تلتزم بمقتضيات الميثاق والدستور كما دكتور يجب. بس بدي اضطر انه اقطعك. يتكرر المأزق.
نعم، بدي اضطر انه اقطعك لننتقل لنستمع لتصريح نائب جورج عدوان، لانه يبدو انه نواب القوات اللبنانيين انسحبوا من الجلسه. بدنا نشوف التفاصيل. اذا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي للنائب جورج عدوان باسم كتله الجمهوريه القويه بعد انسحابه من الجلسه. دكتور يمين، نرجع لك، بس بدنا ناخذ تعليق بشكل سريع. يعني في نقطتين، اول شيء موضوع انه بدنا جلسه مساءله لمين؟ ما فهمنا جلسة المساءلة اللي طرحها الرئيس بري بأول الجلسة وعلق عليها النائب جورج عدوان هلأ، بس يعني هل تجوز مساءلة حكومة تصريف أعمال؟ هلا المساءلة لحكومة ولا بتصير جلسة مستقيلة؟ خطابات يعني؟ لا، هون بدنا نميز بين أمرين أستاذ جاد. إمكانية نزع الثقة كسلاح دستوري فاعل بيد السلطة الرقابية أي السلطة التشريعية بوجه السلطة التنفيذية أي الحكومة يضيع ولا يعود قائما عندما تستقيل الحكومة، ولكن الوسائل الرقابية الأخرى والأسلحة الرقابية الأخرى التي يمتلكها البرلمان بمواجهة الحكومة خلافا للعديد من الآراء برأيي تبقى قائمة. بينات سلاح السؤال وسلاح الاستجواب وسلاح الاتهام، حيث يكون باستطاعة البرلمان بأغلبية الثلثين وبناء على اقتراح الخمس من عدد أعضائه أن يتهم الوزير أو رئيس الحكومة، بالمطلق عم بحكي، بالإخلال بالواجبات الوظيفية. فهيدي كما أنه بيبقى من حق البرلمان إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بالنسبة لأي موضوع ولو كان الموضوع بخص الحكومة، كما أنه بإمكان البرلمان أن يسائل ليس فقط الحكومة إذا شاف شائبة في عمل مصرف لبنان أو شاف أي موضوع يحتاج أو يتحمل تأليف لجنة تحقيق برلمانية. بإمكانه أن يؤلف لجنة تحقيق برلمانية، والتقرير اللي بختامه بتتوصل له هيدي اللجنة يوضع به أمام الرأي العام، كما ممكن يكون بتصرف القضاء، كما ممكن يأسس لاتهام من أجل الإحالة. نعم، ولكن للوزير بس أو دكتور، رئيس خلينا الحكومة يعني بإطلاق اللي عم أمام تتفضل المجلس فيه، الأعلى. اللي عم تتفضل فيه قانونيا ودستوريا وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب كله صحيح، يعني ما مش هذا الموضوع، بس الموضوع انه هالامور ما بتطبق يعني يا اما ما بتطبق بلبنان، يا اما اذا طبقت ما بتوصل لنتائج مثل اللي عم تتفضل فيها، يعني بتتحول اخر شيء لهمروجه اذا بدنا نسميها همروجه اضافيه مع سلسله الهمروجات اذا فينا نقول هذه الكلمه، يعني صح او لا؟ لنحكي الامور بصراحه. أنا بالحقيقة بس سألتني أستاذ جاد ظنيت إنه عم تسألني بحسب أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي شو ممكن ينعمل. لا طبعا، بس ايام شو بنسألك الأبعاد؟ كباحث سياسي بعض الأسئلة بنفصلها عن الموضوع الدستوري والقانوني. إيه هلا، فإذا الجواب الأول هو كان كأستاذ جامعي في القانون الدستوري. نعم. الجواب الثاني اللي هلا رح أقول لك إياه كباحث سياسي وكمان كباحث دستوري، انه لم يتم حجب الثقه عن اي حكومه منذ الانتداب مرورا بالاستقلال لغايه اليوم. واليوم طبعا ما في امكانيه حاليا لان حكومه مستقيله، ولكن ايضا لم يتم احاله اي وزير او رئيس حكومه، ولم تجرى اي محاكمه أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كل ذلك بسبب تعطل آليات النظام والتوازنات الطوائفية والمذهبية والحزبية. وبالتالي إذا عم تسألني بتتوقع إنه تصير محاسبة مسألة حالية حقيقية في الحكومة أو لجهات أخرى؟ أجيبك أستبعد جدا جدا جدا، خصوصا بالبرلمان الحالي. نعم، خلينا ناخذ فاصل دكتور يمين، بعد الفاصل بدنا نحكي عن موضوع قانون الانتخاب تحديدا والانتخابات النيابية وبنختم بهذا الموضوع. مشاهدينا فاصل وبنرجع إلى ما تبقى من حلقة حوار اليوم.
عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا الخبير الدستوري والقانوني والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين. دكتور يمين، أهلا وسهلا فيك مجددا. قبل ما نتابع منشير إلى أنه يعني الرئيس نبيه بري، وردا على مداخلة النائب جورج عدوان داخل جلسة مجلس النواب قبيل تصريحه، بيقول البعض يتصرف وكأن لبنان ليس بلدا طائفيا، والمجلس النيابي اليوم يقوم بواجباته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية، خاصة بموضوع مكافحة الفساد. بالتفصيل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة له ردا على نائب جورج عدوان بموضوع التأخير بتشكيل الحكومة وتلكؤ حكومة تصريف الأعمال عن القيام بواجباتها، وخاصة بموضوع ترشيد الدعم وسواها من المهام وضرورة مساءلتها أمام المجلس النيابي، قال فيها الرئيس بري: أنا جاهز لعقد جلسة مناقشة، لكن البعض يتصرف وكأن البلد ليس طائفيا، جميعنا يعرف العيوب ويتمسك بها. وأكد الرئيس بري أن المجلس النيابي اليوم يقوم بواجباته التشريعية ويقر قوانين أكثر من ضرورية، خاصة بموضوع مكافحة الفساد والبطاقة التمويلية، فضلا عن أهمية إنجاز القوانين، باعتبار إن شاء الله يصبح لدينا حكومة بأي ثمن كان فنكون قد هيأنا القوانين اللازمة للدعم الدولي. عندك أي تعليق؟ يعني الحقيقة يمكن تستغرب أستاذ جاد، بس في جزء من مما قاله النائب جورج عدوان أنا بتعاطف معه، في جزء من مقاله. طبعا اذا بنخرج من اطار المناكفه ببعض جوانبه، ولكن في جزء صحيح، يعني في جزء صحيح، بس السؤال يطرح انه يعني يلي عم يحكي هذا الكلام، ما الاسئله الصحفيين صبت بهذا الاطار، اول شيء لا بيستقيلوا من مجلس النواب، ثاني شيء الوضع اللي عم يشكو منه ما هن كانوا جزء من الوصول اليه. ما بدي فوتك بالسياسة، بس انه هيدا ملخص أسئلة الصحفيين للنائب جورج لا عدوان. لا، ما عندي مانع، ما عندي مانع ادخل بالسياسة، انا قلت جزء مما قالوا. نعم، ودقيق بكلامي، ما عم بقول انه هو خلفيته بمحلها بالمطلق، ولكن في جزء من الكلام اللي قالوا بمحله. نعم، حول موضوع الودائع، حول موضوع سفر رئيس الحكومة المتمادي، حول موضوع تقصير حكومة تصريف الأعمال بالتصدي للأزمات. هاي المواضيع اللي أضاء عليها النائب جورج عدوان، ولو يمكن من موقع التباين أو من موقع التمايز، ما فينا إلا ما نقول إنه إيه في شيء منه من اللي عم بيقوله بمحله، ولكن إذا بدي أدخل بالخلفية وبالإطار، أكيد ما بيقدر النائب جورج عدوان يتحدث عن منظومة سياسية وهو الحزب القوات اللبنانية كان من 2005 شريك أساسي فيها. هيدا موضوع تاني، أنا عم بحكي عن الكلام، ما عم بحكي لا عن الإطار ولا عن الخلفية. أكيد ما بيقدر يتنصل النائب جورج عدوان ولا حزب القوات اللبنانية من الشراكة مع تيار المستقبل ولو من موقع الضعيف، ابتداء من 2005 بالحكومات اللي كان غائب عنها التيار الوطني الحر لحد 2008، واللي أسست للاختلالات المالية، وما ننسى موضوع قطوعات الحساب، وما ننسى بال 2006 الهبات اللي اجت، كل هالمشاكل المالية. أكيد ما عم بقول القوات اللبنانية هي كانت بموقع القرار، ولكن كانت بظل هذيك الحكومات، كما أنه شاركت باغلب كما اقول بكل الحكومات، حتى الامس القريب، حتى لحظه اندلاع حراك 17 تشرين، وباحيان كثيره كانت القوات اللبنانيه والكتائب ولو بادوار مختلفه، يعني مره كانت الكتائب عندها ثلاث وزراء بحكومه الرئيس تمام سلام، كان التيار الوطني الحر عنده وزيرين، والقوات اللبنانيه كثير مرات كان موقعها بحكم تحالفها مع التيار المستقبل وحزب التقدم الاشتراكي والتحالف الضمني مع الرئيس نبيه بري، كان موقعها من حيث الفاعلية أقوى من التيار الوطني الحر، ولو من حيث الاصطفاف الظاهري كان التيار الوطني الحر جزء من تحالف أمل حزب الله، ولكن بالعمق كانت القوات اللبنانية أكيد حليف التيار المستقبل بصورة صريحة والحزب التقدم الاشتراكي بصورة صريحة وبصورة ضمنية مع الرئيس نبيه بري، وبالتالي هي كانت شريكة بكل هيدا المسار. وما نعانيه اليوم هو نتيجة تراكم 30 سنة، ما كانت هي والتيار الوطني الحر بالحقبة الممتدة من 90 لل 2005،
هي كانت ابتداء من 2005 التيار الوطني الحر كان بموقع يعني طبعا بموقع الاختلاف دائما مع الاكثريات القائمه ابتداء من 2008، ولا مره كان بموقع المقرر، ولا مره كان حتى وقت لما ظهر ببعض الحكومات ان هناك تحالف عريض يجمعه يؤمن له يؤمن لهذا التحالف اغلبيه في مجلس الوزراء، ولكن ولا مره كان بموقع القادر على حيازه الاكثريه، وكان دائما قراراته تتعرض للتعطيل. هذا صحيح. والقوات اللبنانيه ما فيها تقول التيار الوطني الحر هو جزء من المنظومه السياسيه وهي منا جزء من المنظومه السياسيه، مثله لبل بمراحل كانت هي عم بتدعم تيار المستقبل وعم تدعم رؤساء الحكومات بدون موازنات بدون قطاعات حساب، وما كانت ترفع الصوت على هذه المواضيع. هي قائم، ولكن ما في انا اغفل، لو يعني مين ما كان عم بيقول هالكلام ما في اغفل انه في جزء من كلام النائب جورج عدوان اليوم بيعبر عن حقيقه قائمه، ان كان ما يتعلق بتقصير حكومه تصريف الاعمال. طيب ما اسمها حكومه تصريف اعمال، بدك تصرف الاعمال مش بدك تعطل الاعمال. طيب هيدا ما في انا اتجاهل هالتقصير القائم. ما بيقدر رئيس حكومه لحسابات معينه لرغبته بان ينتمي الى نادي رؤساء الحكومات السابقين، لزعل معين لردة فعل بسبب محاصرة حكومته أو بما يتعلق بما حصل بتحقيقات المرفأ، أن يكون له ردة فعل حرج. ما في المسؤول يحرج عن القيام بواجبه. الحرج هذا شأن شخصي ونفسي، ما له علاقة بالأداء الوظيفي والأداء العام. كمان ما بقدر أتجاهل أنه الملاحظة اللي أعطاها حول أسفار رئيس الحكومة المكلف، ما بقدر اتجاهل الصرخه اللي قالها حول عدم تصدي اكرر حكومه تصريف الاعمال. هلا الخلفيه والاطار بحث اخر، والتموضع نائب جورج عدوان بحث اخر، اما ما حملوا المسؤوليه ل بموضوع رئاسه الجمهوريه انه هو كان جاي ضمن موضوع السياده وال لا، يعني بشو اخل الرئيس عون بتفاهم العراق؟ ابدا ابدا، ومتمسك بالسياده الى ابعد الحدود. ولكن الكل متفق انه موضوع حل سلاح حزب الله، يعني حل موضوع سلاح حزب الله، ولا اقول حل سلاح حزب الله، هو جزء من استراتيجيه دفاعيه وطنيه. للاسف الظروف الضاغطة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لم تسمح بجعل هذا الموضوع اليوم موضوع أولوي، ولكن ما حدا في زين على حدا بهذا الموضوع. القوات اللبنانية كانت شريكة بكل الحكومات بما فيها حكومات الرئيس العماد ميشيل عون، اللي تحدثت عن دور المواطنين والمقاومة والدولة في الدفاع عن لبنان. وبالتالي تفاهم إعراب تم التعبير عنه بالبيانات الوزارية. ما فيها تقول القوات اللبنانية تحفظت على هذا البند وما تحفظت على هداك البند، ما في شيء اسمه بالبيان الوزاري تحفظ. أنت بس تشارك بحكومة معناتها شاركت على أساس بيان الوزاري، يا بتشارك يا ما بتشارك. ما فيك تشارك بنصف بيان وزاري، وما فيك تعطي نصف ثقة وتحجب نصف الثقة الآخر، كما أنه ما فيك تتبنى نصف بيان وزاري وترفض النصف الآخر. فإذا هاي المزايدة برأيي إيه مش بمحل، ولكن في ملاحظات قال إيه في أداء يتعلق بالدعم المالي اللي كان منه مدروس، واللي قسم منه ما راح للبنانيين، والقسم اللي أدى إلى ضياع قسم من الاحتياطي أو قسم من الودائع لدى مصرف لبنان هباء. ايه وفي مشكله تهريب، هلا صرت عم بخرج عن كلام النائب جورج عدوان، ايه في مشكله. ولو من الاول استدركت الحكومه موضوع الدعم ووجهته نحو اعطاء الدعم للناس المحتاجه توصل لهم مباشره، بدل ما تدعم وقسم من الدعم يروح للخارج، ايه كان وضعنا افضل. ولو انعمل قانون ضبط التحويلات الماليه
وسحوبات الماليه من اول الازمه، ايه اكيد كان وضعنا افضل، ولو انعملت البطاقه التموينيه من الاول اكيد كان وضعنا افضل. وموضوع انه ما حدا عم يتحاسب اللي قاله واشار لها النائب جورج عدوان، ايه صحيح. ليش لليوم مع كل يعني الاجماع القائم انه 30 سنه فساد وافساد، وانه مليارات الدولارات، عشرات مليارات الدولارات ضاعت من ايد الخزينه العامه، ومع ان من سرق اموال اللبنانيين ومن اضاع جزء كبير من ودائع اللبنانيين، مع ان جواب منوي، لا منوي ولا كيف. الكل بيسلم انه هناك جرائم ماليه تتصل بالصفقات المشبوهه والاسراء غير المشروع والفساد وقعت على مدى 30 عاما، ولكن ما شفنا ولا سارق بالسجن. هيدا في مشكله. وبالتالي ايه بلا من دور البرلمان، ولو كان في توازنات طائفيه، مش معناتها اذا في توازنات طائفيه تكون على حساب المال العام، ولو في تركيبه طائفيه فيها كل طائفه تقدم افضل من لديها، وإذا كان في توازنات طائفية الجميع مدعو رفع الخطوط الحمر الطائفية عن زعماء، عن وزراء، عن موظفين كبار، عن أيا يكن، لنضع ميثاق شرف أنه ما في خط أحمر مذهبي وطائفي أمام أي مسؤول فيما يتعلق بالمحاسبة. والبرلمان ما في يقول أنه في توازنات طائفية بتمنعه من المحاسبة. صاحب السلطة الرقابية السياسية هو مجلس النواب، وصاحب السلطة المحاسبية على المستوى القضائي هو المحاكم والنيابات العامة، طبعا بدءا بالنيابات العامة قضاة التحقيق وصولا للمحاكم. فإذا المطلوب من البرلمان والقضاء أن يكثفوا ويجتهدوا في المساءلة والمحاسبة، كما مطلوب من جميع المعنيين السير بالتدقيق الجنائي المحاسبي في كل حسابات الدولة والصناديق والوزارات، على الأخص في حسابات مصرف لبنان، حتى تنجلي الحقيقة أمام اللبنانيين. دكتور يمين، بعد معنا خمس دقائق يتوصلوا إلى السؤال الكبير، من سرق أموال اللبنانيين؟ نعم، بعد معنا خمس دقائق بس، عندي سؤالين بموضوع الانتخابات النيابية. لنفترض أنه كل السيناريوهات سقطت وسنتوجه إلى انتخابات نيابية، في الموضوع اللي حكيتنا عنه هو وجوب اجتماع حكومة تصريف الأعمال لتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. في نقطتين بدوا مجلس النواب يلي هن في يعني إشكاليتين بقانون الانتخاب، ما يتعلق بانتخاب المغتربين وما يتعلق بالبطاقة الانتخابية الإلكترونية إذا بدنا نسميها الممغنطة. نعم، هودا بدهم حل قانوني. وفي يعني إذا بتلاقي هون يعني بالسياسة إنه هناك من سيعيد طرح موضوع قانون الانتخاب بشكل جدي، يعني إنه في ناس يمكن ما تقبل تصير بالقانون الحالي، بس بشكل مختصر لو سمحت. بالنسبة لمجلس الوزراء، من واجب الحكومة ولو كانت مستقيلة أن ينعقد مجلس الوزراء ويجري التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية، وهي أكثر شيء على نقطتين. بدها تفتح الاعتمادات المالية اللازمة، توفرها، تأمنها من أجل النفقات اللوجستية وغير اللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية. والنقطة الثانية، بدها تعين أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية. أما مرسوم الدعوة للانتخابات فهو مرسوم رئاسي عادي، لا يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، بل يصدر بتوقيع وزير الداخلية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، ولا يمر على مجلس الوزراء، لا للمطلق عليه حاجة له، لا لمجلس الوزراء ما له دور بمرسوم الرئاسي العادي للدعوة لأشراف، لا عفوا، للدعوة لإجراء الانتخابات اللي هو بيسموه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. أما مجلس النواب لابد من تدخل موضعي. حتى موضوع البطاقة الممغنطة كمان مجلس الوزراء له دور، لأنه بالقانون مجلس الوزراء بده يعد الإجراءات اللازمة لجعل، يعني هي مقرب المبدأ بالقانون، بقانون 44/2017، بس هون وزارة الداخلية والحكومة عندهم دور بإعداد التدابير اللازمة
والتحضيرات اللازمة لاعتماد البطاقة المماغنطة اللي صارت ضرورة. إنه ما في مبرر اليوم إنه الواحد مثل كأنه عملية إبعاد وإقصاء لبعض الناخبين عن الانتخاب عن قصد. إذا أنت بتدعي البطاقة المماغنطة، إذا واحد ساكن بجوليا واليوم بأزمة البنزين ويمكن بظروف سياسية قائمة، دائرته الانتخابية بدائرة بعيدة جدا بدون ما سمي منعا للحساسيات، ليش ما بتسمح له يصوت حيث هو لمنطقته وهو بجوني؟ ما في مبرر ما دام العملية متاحة إلكترونيا ومتاحة إداريا. ما في مبرر إلا بنية إنك تقصي اللي منه موجود بمنطقتك ومقيم بمنطقتك ويمكن تحت نفوذك ورعايتك من إنه يصوت. هون في لابد من وضع مجلس الوزراء الاجراءات اللازمه، وهيدي جزء من تصريف الاعمال، وهيدي القانون بيتضمنها، هي عم توضع الاليات التنفيذيه لذلك. واذا كان لابد من تدخل مجلس النواب، كمان من واجبه مجلس النواب اذا كان في شيء بيحتاج لتعديل قانوني بهالاطار يقوم فيه. اما موضوع المغتربين هون بده ينشاف، هل رح يشاركوا المغتربين ولازم او المنتشرين؟ وفي المقاعد، لانه هالمره بده ينزاد 6 مقاعد للمنتشرين ب6 القارات، لازم ينضافوا بحسب القانون الحالي على العدد 128، وبالدورات الجايه بتصير تتغير. هيدا كمان بده ينشاف، بده ينزاد. هون اكيد لابد من تدخل تشريعي موضعي محدود لماده وحده او لمادتين. اما تغيير القانون من حيث ظهره، سواء باعتماد الكتة الطائفية والمذهبية والمناطقية أو اعتماد نظام الاقتراع النسبي مع الصوت التفضيلي، ما بعتقد أنه هذا الأمر متوفر بظروفه، وما بعتقد أنه متوفر بتوازنات المطلوبة له. وإذا بده يصير أي تعديل ليخدنا على مزيد من العدالة وصحة التمثيل ومزيد من المناصفة، بس إذا شيء بده يرجعنا لورا لا. نعم، شكرا لك دكتور عادل يمين على هذه الحلقة، وأهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، هم نصل لختام حلقة حوار اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.